لمزيد من التفاصيل ينضم إلي من رام الله مراسل غد ضياء حوشية. إذن ضياء، طبيعة الاحتجاجات والمسيرات التي ستكون أمام الممثلية البرازيلية، كيف ستكون هناك؟ نعم وائل، بعد أقل من ساعة يعني عدد من القوى الوطنية والشخصيات والنشطاء الفلسطينيين والأجانب أيضا سينظمون وقفة أمام السفارة أو الممثلية البرازيلية في مدينة رام الله، احتجاجا على ما وصفوه بالانحياز البرازيلي أيضا لإسرائيل ونيتهم أيضا إبرام صفقات من الأسلحة، خصوصا بأن يعني السفير الإسرائيلي في البرازيل كان التقى مجددا بالرئيس البرازيلي هناك بحضور رئيس جهاز المخابرات في البرازيل وأيضا أعضاء من السفارة أو موظفين في السفارة البرازيلية هناك، وهذا طبعا يدل على أن إسرائيل تمضي في تنسيق مواقف إن كان عسكرية أو كان دبلوماسية مع إسرائيل لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. هذه الوقفة ستندد بما تقوم به البرازيل، خصوصا بأن البرازيل على مدار أعوام طويلة كانت تلتزم بموقفها الواضح بحل الدولتين وتعتبر القدس يعني الشرقية محتلة و يعني أنها تقع ضمن الاحتلال الإسرائيلي، لكن المواقف تغيرت وربما هذا الرئيس البرازيلي سيهدم كل هذه المواقف حسب ما يقول هؤلاء النشطاء الذين سيعبرون عن غضبهم وسيسلمون أيضا رسالة احتجاج للممثلية البرازيلية في مدينة رام الله. بالإضافة إلى ذلك يوم غد وفي ذات التوقيت سيتم تنظيم وقفة من خلال القوى الوطنية والإسلامية والنشطاء أمام الممثلية التشيكية في مدينة رام الله احتجاجا على المواقف المنحازة لإسرائيل، وهذا طبعا كله يأتي في سياق برنامج عدته القوى الوطنية والإسلامية لتصعيد المقاومة الشعبية وتصعيد الفعاليات الجماهيرية في مختلف الأراضي الفلسطينية احتجاجا على ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك أو من خلال أيضا الممارسات من خلال الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس على وجه التحديد. شكرا جزيلا لك ضياء حوشية مراسل غد، كنت معي من رام الله.